أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الرابع عشر، وفي حصتي هذا الأسبوع ستكون المهمة مهمة بحثية تعتمد أساسا على مهارات البحث والتوثيق. كونوا معي. كما يظهر أمامكم مهارات البحث والتوثيق، فهي هذه المهارات التي ستكون هي أساس عملنا هذا الأسبوع. مهارات البحث عزيزي الطالب هي القدرة التي يحملها الشخص لإنشاء مفاهيم جديدة وفهم استخدام جمع البيانات. تشمل هذه المهارة تقنيات والتوثيق وتفسير البيانات التي تم جمعها ومن ثم وضع الفرضيات. هذه المهارات ضرورية لتطوير معرفتنا وأيضاً تعزيز هذه المعرفة. عند القيام بمشروع بحثي يجب عليك أن تمتلك مهارات مهمة لضمان نجاح هذا البحث ولضمان دقته. أولاً، مهارة إدارة الوقت. إدارة الوقت هي مهارة بحثية أساسية تساعدك على تقسيم عملك إلى أجزاء يمكنك إدارتها بسهولة، وبالطبع يجب أن تضع خطة موجهة نحو بحثك وتعيين الوقت لكل مهمة من المهمات الجزئية. مهارات الاتصال، عليك أن تفهم المعلومات وتتلقاها بشكل صحيح وتسمح الفرصة للمشاركة مع الآخرين بطريقة فعالة وبطريقة مفيدة. الاستماع والتحدث الفعال هي مهارات حاسمة للتواصل القوي. حل المشكلات وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة، بمجرد فصلها إلى أجزاء يمكنك البدء بالتفكير في كل عنصر وتحليله. جمع المعلومات والاهتمام بالتفاصيل، المعلومات ذات الصلة هي مفتاح تصميم البحث الجيد. سيساعدك البحث على أن تصل إلى موارد موثوقة تجمع المعلومات من هناك، على تعزيز اقتراح البحث الخاص بك ويدفعك إلى الحلول بشكل أسرع بمجرد أنك توصلت إلى المعلومات، و من الضروري إلى اهتمام بذلك. وموضوع بحثنا لهذا الأسبوع كما يظهر أمامك عزيزي الطالب، الحياة الاقتصادية في الأردن تعتمد بشكل عام على الزراعة، حيث شكلت الزراعة المصدر الأساسي للرزق والمعيشة لما يزيد على 85% من السكان قبيل تأسيس الإمارة. عندما تأسست إمارة شرق الأردن عام 21، شعر الفلاحون بالأمن والطمأنينة، فأقدموا على الزراعة بهمة وحماس، وتركز الإنتاج الزراعي على المحاصيل الزراعية الشتوية مثل الحنطة والذرة والشعير والعدس والكرسنة والجلبان والفول والحمص، والمحاصيل الزراعية الصيفية مثل الخضروات والأشجار والزيتون والكرمة والتين، ومنتجات الثروة الحيوانية مثل مشتقات الألبان والصوف والجلود. وكان الإنتاج الزراعي مخصصاً للاستهلاك الداخلي والفائض يصدر إلى الخارج. حاولت الحكومة بعد ذلك تطوير القطاع الزراعي، أسست مصرف بنك زراعي عام 22، إنشاء محجر بيطري عام 23، إصدار قانون حماية الحراج والغابات عام 24، وتحديد الأراضي ومسحها وتثمينها عام 30، ثم إفرازها وتسجيلها بأسماء مالكيها عام 35 و40، مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي. وبالطبع كان هناك أسباب لتدني الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني: اعتماد الزراعة بشكل كامل على مياه الأمطار، استخدام الأساليب البدائية في الزراعة، الملكية المشاعية للأراضي، وقلة الأيدي العاملة. من هذه المرتكزات ستنطلق عزيزي الطالب في البحث و بالاستنتاجات التي تصل إليها
سيكون الكتاب هو دليلك ولكي تعرف ما هي النقاط المطلوبة منك في البحث. إلى هنا أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.